فإذا أردنا أن نعيش أعزة في هذه الدنيا فعلينا أن نتيقن بأمرين. أما الأول فهو أن الرزاق هو الله، وأنه لا يزيد في رزقك فلس ولا ينقص فلس. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. انتهى الأمر، كل شيء مكتوب. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء مكتوب هان عليه الأمر، وأن الرزاق هو الله. الأمر الثاني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انتهى الأمر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا أيقنا بهذا وهذا عشنا أعزة. يوم القيامة ما حش نتحولوا إلى أشخاص آخرين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه، في قراءة أنه، هو البر الرحيم. أهل الجنة يزوروا بعضهم ويعرفوا بعضهم بالأسماء ويقولوا تشفى في الجنة وش كنا في الدنيا، وقرينا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا وكنا من أسرة واحدة وكنا نصلي في الجامع، وراك تشفى رمضان تاع عام كورونا، وراك تشفى كذا، ويهضروا على الدنيا كما رانا نهضروا. إنه كان بعض المساكين يظن بلي يتحول إلى كائن آخر. صح، جسمك يتغير، ما تحتاج إلى تبول، إلى غائط حشاكم، ما تحتاج يعني إلى أشياء التي يحتاجها الإنسان، ما تمرضش، ما تكبرش. أهل الجنة لا يموتون، لا يمتخطون، لا يشيبون، لا يهرمون، لا يمرضون، لا ينامون. رقد ما كاش في الجنة، نتعبوا، لا ما تحرش. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كان القيلولة لا سياس تتك شوية هكذا. لماذا قالك ما كاش النوم في الجنة؟ قالك حتى لا يفوتك، تفوتك لحظة من النعيم. كنت الجنة على غالية ولا ما عرفش؟ ما معنى حسن الخاتمة؟ كلام ثمين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة، أو تموت والمصحف بين يديك. فقد مات خير البرية صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض قرابة 100 معركة ولم يخسر أي منها. ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من النفاق، حسن الخاتمة أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة، حسن الخاتمة أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما دون تأويل، حسن الخاتمة أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم مؤديا